أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله نشرح مع بعض المنهج من كتاب جيم بعون الله. النهاردة هناخد الدرس الأول والثاني، الوحدة الأولى اللي هي بعنوان جيتنج أواي، يعني السفر أو الخروج. نبدأ بعون الله بالكلمات. أول كلمة عندنا conservationist. conservationist اللي هو الشخص المحافظ على البيئة، طبعا جاي من كلمة conserve اللي هي يحافظ، conservationism المحافظة. اوكي، ecotourism السياحة البيئية، جاي من كلمة ايكو بيئي، وتوريزم اللي هي السياحة. endangered مهدد بالانقراض، طبعا جاي من كلمة danger. environment البيئة. impact تأثير. isolated معزول. lean يميل، ينثني يعني. materials مواد خام. spicy عارفينه طبعا، حار، أكل سبايسي والكلام ده. sustainable مستدام. swell up يتورم، معناها ايه؟ يترجل أو يمشي على رجليه بصعوبة يعني. trick مش تير، trick 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 معناها يترجل أو يمشي بصعوبة، trick. طيب بعد كده unique مميز أو فريد من نوعه. طيب نكمل الكلمات. along بمحاذاة. avoid طبعا احنا قراءة الكلمات دي ملهاش فايدة قوي غير انك تعرف النطق صحيح، بدل ما هتدور في قاموس اعلى كل كلمة طبعا دماغك هتلف، فاحنا بنقراها عشان حضرتك تحفظها صح بس يعني. فبسرعة بقى، مش هنشرح الكلام مكتوب قدامك بالعربي، المفروض احنا منترجموش بصراحة. avoid يتجنب. along بمحاذاة. beach شاطئ او بلاد. coast ساحل. coral reef كورال ريفز اللي هي الشعب المرجانية. دامج يتلف. ديزاين يصمم. ديستينيشن جهة وصول. ديفلوب معناه ينمي أو يطور. دايف يغطس. دراجن اللي هو التنين. دراجن ايكو سيستم نظام بيئي. ايديوكيت يعلم. اكزيست اللي هو يوجد. فورتشنيتلي لحسن الحظ. جيانت عملاق. هيل تل أو هضبة. including مشتملا على. island جزيرة. ليمر الليمر ده اللي هو الحيوان يشبه القرود، ليمر. محدد limited local محلي. natural طبيعي. path مسار. pink وردي لون البينك طبعا. protect يحمي. provide يمد. rebuild يعيد بناء. build يبني. rebuild يعيد بناء الار اي. remote بعيد طبعا مشهور، ريموت كنترول الحالات دي. safe امن. souvenir هدية تذكارية. summarize يلخص. teach يدرس. tourism سياحة. turtle سلحفاة بحرية. volunteer متطوع. wall سور او حائط. wildlife الحياة البرية. alone وحيد. annoyed مضطجر او منزعج. biologist عالم احياء. biology علم الاحياء. بايت يلدغ. book يحجز. center اللي هو المركز. cook طباخ. disaster كارثة. drop يسقط. feed يطعم. fussy eater شخص صعب الارضاء في الاكل، ما بيعجبوش حاله يعني. جايد مرشد سياحي. insects حشرات. luggage امتعة. internal flight رحلة طيران داخلية. mainly بشكل اساسي زي ما كلمة main رئيسي. observe يراقب. orangutan انسان الغاب. orangutan pet حيوان اليف بشكل مناسب طبعا. properly rainforest الغابات المضيرة. sound يبدو. spider عنكبوت. activity نشاط. attractions أماكن الجذب. carnival مهرجان. carnival ما نقولش carnival، لا carnival. سفن رحلات سياحية. cruise ships effect تأثير. encourage يشجع. plaza اللي هي ميدان أو ساحة. plaza. population سكان. repeat يكرر. طيب residents سكان او مقيمين. special خاص. some place يأخذ حمام. the local council مجلس المحلي. type نوع victim ضحية.
environmentally friendly، محافظة على البيئة. For example على سبيل المثال، for example from all around the world، من كل أنحاء العالم. At least على الأقل. Do something different، يقوم بعمل شيء مختلف. Catch a flight to، يركب طيارة رايح إلى. Find out about، يكتشف عن أو يكشف عن. Get حاجة back، يستعيد. Go back to، يعود إلى. Get to، يصل إلى. Introduce حاجة to، يقدم حاجة إلى. Go diving، يغطس. Make notes، يدون ملاحظات. Make dinner، يجهز العشاء. Make sure، يؤكد. Keep حاجة safe، يحافظ على أمان حاجة. Trek into، يترجل. Go on holiday، يذهب في إجازة. Leaning out of، يميل إلى. خارج من. Disappear from، يختفي من. Educate about، educate حد about، يعلم حد عن حاجة. Famous for، مشهور به. Manage to، يتمكن من. Advantages of، مزايا. Leap low of، يتطير أو يطير شيء. Keep حاجة as، يحتفظ بحاجة. كذا. Impact on، التأثير على. Give حاجة to، يعطي إلى. Important to، for، مهم لي. طبعا الحاجات دي هتتضح في الأمثلة والتمارين. Number of، عدد من. Popular with، معروف ب. Stay in، يبقى في. طيب بعد كده derivatives اللي هي ايه، مشتقات. عندنا conserve، طبعا منها conservatism. عندنا طبعا conserve و conservationist، conservationism و conservative، محافظ او مقاوم للتغيير. design و design و designer و designed، عندكم الترجمة بلاش نقول بالعربي كل حالة. develop و development و developed. educate و education و educator و educational و educated، والترجمة قدامكم زي ما بنقول. endanger و endangerment و endangered. environment و environmentalist و environmental. وعندنا isolate، isolation و isolated، و limit و limit و limited، و protect و protection و protective، و spice و spice و spicy، و sustain، sustainability و sustainable، swell و swelling و swollen، volunteer، متطوع. Volunteerism، الاعتماد على المتطوعين. متطوعين. Volunteerist اللي هو ايه، الاعتماد هو برضو متطوع. Voluntary اللي هو تطوعي. تمارين بقى بيقول لك we were gnawed by mosquitoes almost every night during last night. طبعا ايه، bitten اللي يعني يقرص او يعض. mosquitoes اللي هي الناموس، هم يعني الناموس بيقرصهم يعني. He accused me of not doing my job. Nugget and I was very angry. أبنين probably اللي هو إيه؟ probably بشكل صحيح. يعني هو بيتهمه إنه ما بيعملش الواجب بشكل صحيح. Probably. At least 264 people died in one of the air nugget all of the time. تمام؟ طبعاً إيه؟ disaster اللي هو الحوادث الفظيعة طبعاً. اللي في ناس كثيرة ماتت فيه. I was sad because my father refused to keep my nugget dog at home. طبعا ايه، بيت. بيت اللي هو الحيوان الاليف يعني. هو بيتكلم عن كلب. So police researched the passenger's nugget for illegal things. طبعا ايه، police searched passenger ايه، passenger's ايه، luggage اللي هو الامتع بتاعته. عندنا avoid، يتجنب. و avert برضو، face، يواجه. develop، promote، decline. قدامك الترجمة، حقرا بالانجليزي بس عشان ايه صعوبة البحث عن كل هذه الكلمات في القاموس زي ما اتفقنا. exist، remain، vanish. famous، well known، unknown. fortunately، luckily، unfortunately. giant، تمام. طبعا giant قلنا عملاق، و colossal معناه عملاق برضو، و gigantic برضو عملاق، ماشي. tiny و minute. طيب isolated، remote، close، near، limited، restricted، unrestricted، natural، normal، ordinary، abnormal، extraordinary، remote، far away، near، close، sustainable، continual، continuous، temporary، unique، exceptional، normal، ordinary. بعد كده جاب لك الفرق بين beach وشور وcoast وبانك. طبعا beach اللي هو البلاج، عارفين البلاج احنا، والشور اللي هو الشاطئ، والكوست اللي هو الساحل، والبنك اللي هو ضفة النهر او القناة، ماشي.
طبعا اللغة العربية بتريح، أول ما تعرف مترادف الكلمة خلاص بترتاح. يبقى بلاج، يبقى احنا بنتكلم على حاجة ليها علاقة بالجزء الرملي عند حافة البحر الناس بتلعب فيه والأطفال، والشور اللي هو ايه اللي هو شاطئ البحيرة أو البحر يعني. تمام، طبعا ده بيشمل ايه البلاج وغيره واللي بعده يعني. والساحل ده طبعا ايه دايما بيجي في الجغرافيا، لما يقول لك ساحل مصر او شمال الساحل والكلام ده، ومارينا والكلام ده. بنك ضفة النهر او القناة، لما احنا نتمشى على ضفة النهر او القناة. تمام، طيب سيفونير وبريزنت وبرايز وريورد. طبعا سيفونير هدية تذكارية، لما حد يروح مكانه ويجيب هدية تذكارية. بريزنت هدية عادية عيد ميلاده وغيره. برايز جايزة، ريورد مكافأة. في فرق طبعا، زي ما قلنا اللغة العربية بتريح، هديت مريح. هنحل مع بعض التمارين دلوقتي. انكلود وكونتين وكونسيست. انكلود يشمل، جواه يعني يتضمن بعض المكونات وليس كل المكونات. كونتين يحتوي على شيء بداخله جواه. كونسيست اوف يتكون من كل المكونات الأساسية يعني ايه سبيشال وبرايفت. ده سبيشال طبعا عارفينها، الخاص من نوع خاص متميز. سبيشال بليس يعني مكان متميز، اما برايفت ملكية خاصة بتاعتنا بس. ديستنيشن ولوكيشن، طبعا ديستنيشن اللي هي الجهة او مكان الوصول بتاعك رايح اللي رايحه، اما اللوكيشن ده معروف طبعا، اللوكيشن بتاع التصوير ومكان اللي انت فيه. لوكال وناشونال انترناشونال. لوكال طبعا هي محلي، وناشونال قومي او وطني، وانترناشونال طبعا هي دولي. واضحة جدا. arrive و reach و get to، arrive at و arrive in، فاكرينها من الاعدادي دي. arrive at مكان صغير و arrive in مكان كبير. ماشي، ريتش ما بيجيش بعدها غير ال ان ولا ات ولا حاجة، بيجي بعدين المكان اللي انا هوصل له. جيت تو يصل الى مكان صغير او كبير برضو. جيت تو الون ولونلي. الون بمفرده مفردا صفة وظرف، لكن لكن لونلي معناه وحيد، يشعر بالوحدة. ماشي، صفة بس. he decided to live not after his wife's death، يعيش لوحده alone. نقط hospitals can afford to pay higher salaries than state run hospitals. طبعا ايه special. طيب he bought a model of red London bus as a nugget of his، طبعا ايه ك souvenir. at the border you will be asked about nugget and how long you plan to stay. destination، الوجهة بتاعتك. she nugget London airport late so she missed her flight. طبعا هي reached. تمارين برضو. the panda and the white lion are not endangered، مهددين بالخطر. الباندا والوايت لاين. we should protect the nugget so that we can live in a clean world. protect the environment طبعا البيئة. is the business of organizing holidays. تمام، to natural طبعا، to natural يبقى ايه، يبقى ايكو توريزم. نوجات از سام وان هو وركس تو بروتكت انيمالز. طبعا مين ده؟ كونسرفيشنست. كونسرفيشنست طبعا زي كونسرفيشنست. بعد كده فينجر برينتس ار نوجات تو افري بيرسون. طبعا ايه يونيك، لان بتكلم على البصمه. ذا اكسبلورر سبنت ذا دي نوجات ثرو فورست. طبعا ايه تريكنج. ذا فوتبولر انكل هاد اوريدي ستارتد تو نوجات سويل. طبعا بتتورم. During my first month here I felt terribly nugget as terribly as I lived alone. طبعا isolated. There will be an international conference to discuss the environmental nugget طبعا impacts. There were late getting to the airport but nugget our flight was delayed. طبعا لحسن الحظ هم وصلوا متأخر والطيارة الحمد لله اتأخرت. There was no shortage of building nugget from marble to stone and brick. طبعا هي materials. مريم placed her name on the list of nugget as she likes working for charities. volunteers طالما charities. as ولا a ولا an is a reptile that lives mainly طبعا ايه اكيد التيرتل. Don't go near a cliff edge. It is not nugget. You may fall. It is not safe. مش آمنة. Lizards are classified as a nugget is because they are famous. Endangered. He was nugget on the bridge rail.
The boat go by. هو leaning يعني منثني كده أو مايل. Try not to eat too much nougat food. سبايسي طبعا. تيستي لكنه هارمفل. All wood used in our fortune comes with a certificate saying it comes from ايه. طبعا ايه كل الخشب اللي بتاعنا جاي من certificate saying it comes from forest. Sustainable لغابات مستدامة. As soon as we saw her father in the airport she nugget her suitcase and ran. طبعا ايه dropped اسقطت الشنطة وراحت لابوها. My wife was nugget because I forgot to buy bread on my way home. طبعا ايه كانت ايه annoyed زعلانة عشان ما جابش العيش. She has a degree in nugget as she likes studying living things. طبعا ايه biology. If your child becomes interested in nougat, encourage him to focus on bees and not they are not harmful. طبعا ايه insects. He tried to nougat a flight to New York to attend the conference. He tried to catch. بس كده ونكمل الفيديو القادم إن شاء الله. دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.